السلام عليكم. اليوم معانا وصفة دجاج تكة مسالة، إن شاء الله تعجبكم. أولا تتبيلة الدجاج والمكونات كلها بتكون مكتوبة بصندوق الوصف. في وعاء جانبي أحط الزبادي، اليوغورت، وأضيف عليه البهارات، أقلبه وأحطه على صدور الدجاج المقطع مكعبات وأقلب وأضعه جانبا يتتبل من 3 ساعات إلى ليلة كاملة. هذه هي مكونات المرحلة الثانية. مرور 3 ساعات أبدأ بقلي الدجاج بزيت ساخن، وأثناء قلي الدجاج أقوم بخلط حليب جوز الهند مع الكاجو. نضعهم جانبا ونعود للدجاج. أقلب إلى أن تتحمر ومن ثم أضعها بوعاء جانبي. وبنفس وعاء القلي أحط البصل مقطع مكعبات والقليل من الزيت، أقلب إلى أن يتغير لون البصل. كذلك أحط الثوم والزنجبيل المفرومين، ومن ثم 3/4 علبة الطماطم المهروسة. قلب الطماطم مع البصل وعلى النار متوسطة لمدة دقيقتين وغطي عليها. مرور 2 دقيقة أضع الدجاج وأسكب عليها الكريمة المحضرة مسبقا وأقلب. الآن أحط بهارات الجرام مسالة والبابريكا والملح والفلفل حسب الرغبة، أقلب وأغطي عليهم لمدة 10 دقائق على نار متوسطة، وبعد ذلك تكون جاهزة للتقديم. ممكن نقدم دجاج التكة مسالة مع الأرز الأبيض أو خبز النان الهندي. إن شاء الله الوصفة بتنزل بفيديو على القناة. وصفة سهلة وبسيطة ولذيذة، أتمنى أن تنال إعجابكم، وشكرا على المتابعة.